مساء الخير. خطوة مقابل خطوة، مقاربة جديدة لحل الأزمة السورية حملها المبعوث الأممي جيري بيترسون معه إلى دمشق وعدد من العواصم الأخرى مؤخرا على أمل أن تحظى بمباركتها. وإذا كان البحث بشأن المبادرة ما يزال محصور بالعناوين العريضة دون الدخول في تفاصيلها وما هي الخطوات المطلوبة وسبل تطبيقها، إلا أن بيترسون تحدث عن استعداد أمريكي وروسي للانخراط فيها بينما رفض النظام والمعارضة السورية. وبضوء هالمواقف بدأ مصير المقاربة الجديدة معلقا، وبدأ تأثيرها على اجتماعات اللجنة الدستورية المقبلة غير واضح. ضيوفي بحلقة اليوم من اسطنبول عبد المجيد بركات عضو الائتلاف الوطني المعارض واللجنة الدستورية السورية، ومن موسكو محمود الفندي الأمين العام لحركة الدبلوماسية الشعبية السورية، ومن فيرجينيا دوك باندو الكاتب السياسي الأمريكي وكبير باحثين في معهد كاتو. الخطوة مقابل خطوة، مقاربة مانة جديدة في العالم في عالم التفاوض السياسي، وتقوم على تجزئة المشكلة وحلها على مراحل، بحيث تلجأ الأطراف السورية والدولية المعنية لاتخاذ خطوات متبادلة يتفق عليها بشكل محدد على قاعدة تنفيذ القرار الدولي رقم 2254 بشأن سوريا والصادر في ديسمبر عام 2015. ومن أبرز الملفات التي يمكن أن تنطبق عليها ويقوم بها النظام هي إطلاق سراح المعتقلين وتأمين عودة اللاجئين والنازحين وحماية المدنيين والمشاركة الجدية في المفاوضات السياسية، فيما يمكن للأطراف المقابلة أن تسهل عملية إعادة الأعمار في سوريا وتقوم بتخفيف العقوبات المفروضة على النظام. مواقف بيترسون والنظام والمعارضة حول المقاربة من تابعة بها التقرير. الموضوع الثاني المهم الذي طرح خلال الاجتماع اليوم كان المشاورات التي بدأتها في جنيف حول الخطوة مقابل خطوة. قضيت وقتا أشرح لوزير الخارجية الفكرة من وراء هذا المفهوم، والمشاورات التي أجريتها حتى الآن مع الروس والأوروبيين والأمريكيين وغيرهم، وكذلك رغبتي بمواصلة هذه المناقشات مع الحكومة السورية والمعارضة. Continuing this discussion with the government of Syria and also, of course, with the opposition. النظام لم يتقدم خطوة واحدة للأمام. إذا ما هي الخطوات التي يقدم؟ هذا ما تحدثنا به الشيخ بيترسون، وهذه يعني هذا الهاجس اللي تكلمنا فيه، إنه نخشى أن تبعدنا سياسة الخطوة مقابل خطوة عن القرار 2254 وتطبيقه. يعني هو مهمل المبعوث الدولي تطبيق القرار وإقناع الدول والأطراف بتطبيق القرار 2254. مرحب فيكم مرة ثانية ضيوفي. سؤالي الأول لك سيد عبد المجيد، يعني أنتم رفضتم المقاربة وأرسلتم وفدا إلى جنيف للتأكيد على هذا الرأي، فهل استطعتم إقناع بيترسون والدول الأوروبية بهذا الرأي؟ مساء الخير، تحية لكل السادة الضيوف المشاهدين. حقيقة هذا الرفض جاء من قبل هيئة التفاوض، ومكونات هيئة التفاوض ضمن يعني دعنا نسميه سياق تشاوري كان مع معظم مكونات هيئة التفاوض ومنها الائتلاف الوطني، وكذلك مع مكونات الشعب السوري الغير رسمية إن صح التعبير من قوى شعبية وسياسية وتكتلات مدنية وإلى آخره. لم يكن هنالك رفض انفعالي لهذه المبادرة، ولم يكن هذا الرفض نتيجة رفض النظام، إنما الائتلاف عبر عن رفضه لخطوة مقابل خطوة منذ طرحها بيترسون، ومنذ لقائنا مع بيترسون في نيويورك في الشهر التاسع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. لذلك نحن لدينا مبررات لهذا الرفض، لا يوجد إلى الآن أجوبة دقيقة من قبل بيترسون حول آلية عمل هذه الخطوة، حول ضمانات هذه الخطوة، وكذلك لا يوجد آلية يعني برنامج زمني واضح لهذه الخطوة. نحن نتحدث عن عملية سياسية، لكن لماذا طالبتم ولم تنجز؟ كيف يكون هنالك بيترسون حول يعني رفضكم للمقاربة؟
يعني نحن أولا نطالب بدرسون أن يضع جميع مواقف المعارضة بشكل رسمي أمام الأمم المتحدة وأمام مجلس الأمن بالذات، لأن لا يمكن لبيدرسون أن يتحدث عن قبول المعارضة بهذا المبدأ، ولا يمكن له أن يفاوض على أساس أن المعارضة قد قبلت. لا يعني أنه التقى مع شخصيات من المعارضة ربما تكون خارج المؤسسات الرسمية بأن المعارضة قد وافقت. لذلك نحن بالمجمل في كل لقاءاتنا نتمنى أن يكون هنالك ردود رسمية على مواقف المعارضة بالدرجة الأولى. ومن ثم كان هذا يعني الرفض أرسل ليس فقط لبيدرسون، حتى في الدول التي شاركنا معها مشاورات موسعة حول عمل خطوة مقابل خطوة وضمانات خطوة مقابل خطوة، قد أوضحنا لهم وهم معظمهم دول فاعلة ومنهم حلفاء للثورة السورية بأن هذه الخطوة هي خروج واضح عن السياق الدولي للحل، وبأنها محاولة لإزاحة الحل الدولي عن الشرعية الدولية أو عن القرار الدولي. لذلك خطورة هذه الخطوة تكمن بأنها صكب على بياض كما يقال للنظام بأن يقوم بخطوات إنسانية مقابل أن تقوم المعارضة بخطوات سياسية، وهنا تكمن خطورة الأمر صراحة. نقطة جدا مهمة. دعني أنتقل إلى سيد محمود، يعني بعد اللقاء الأخير بين بيدرسون والمقداد لمح بيدرسون بأن هناك موافقة مبدئية من قبل النظام حول هذه الخطوة، هل فعلا هناك مقاربة؟ يعني هل هناك موافقة من قبل النظام حول هذه المقاربة الأممية؟ الله خلينا أول شيء مساء الخير لك صديقتي الأخوة المشاهدين وضيوف الكرام. خلينا نقول أول شيء أخوة المشاهد شو هي الخطوة ومن من؟ يعني في خطوة من حكومة سورية والخطوة الثانية من من؟ الخطوة مقابل خطوة قام نعلم جيدا اللجنة الدستورية هي جزء من الحل السياسي ولم يبقى غير هذا الجزء. هذا يعني الحل السياسي اللي قسمه الدستور على 4 سلال أصبح السلة الوحيدة العاملة في جنيف هي السلة اللجنة الدستورية. واجب التكلم فقط عن الدستور وعن مستقبل سوريا في الدستور وليس الآن. فبيدرسون يريد أن يأتي بنتائج نوعا ما، فعرض على الحكومة السورية أنه أنا أتي بخطوة من دولتين اللي هن الضامنين أو فعليا هن اللي شجعوا روسيا على اللجنة السورية هي ألمانيا وفرنسا. فهناك خطوات يعني مثل ما بيقولوا استرخاء اقتصادي نوعا ما من العقوبات من طرف ألمانيا وفرنسا ليبدأ الحكومة السورية بالتقابل والتكلم بالحل السياسي أو بالدستور حتى يعني ما تسمى تسير الأمور بالحل السياسي. فالخطوة هي، ولكن الحكومة السورية ترفض الخطوة لأنها قادمة من من؟ من ألمانيا وفرنسا. ولكن ألمانيا وفرنسا كدولتين هن لهم سيادة وحدود وطبعا، ولكن هن ضمن مجموعة أو ضمن الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي نعلم جيدا أنه أن له موقف موحد، يعني ليس هناك نعم، ولكن دعنا نركز حول سؤالي سيد محمود، هل هناك موافقة ولو مبدئية من النظام السوري حول هذه المقاربة؟ أنا كنت حاجيك بالجواب، أنا وصلت لدي هو نفسه حيكون الجواب، أنه الخطوة القادمة هي خطوة من فرنسا وألمانيا، والخطوة يريدها الحكومة السورية يريدها الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تهيمن على قرار الاتحاد الأوروبي، لا يريدها من هذه الدول. فالسيد بيدرسون نصحوا الروس وحتى الحكومة السورية أأتي بخطوات وعود رسمية، فالخطوات القادمة من ألمانيا ليست لها أي معنى ومن فرنسا، فالخطوات الفعلية يجب أن تأتي من قرار موحد بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. للأسف الشديد حتى الآن بيدرسون لم يستطع أن يقدم هذه الوعود حتى اليوم أثناء لقائه بروسيا في موسكو من الأسبوع الماضي وبوزير خارجية السوري. فالآن نوعا ما قال أن هناك وعود من الأمم المتحدة، يعني وراءها الولايات المتحدة الأمريكية. الحكومة السورية قالت له إذا أنت تريد أن إذا تريد أن تتقرب أو نأتي مع خطوة مقابل خطوة فلتأتي بضمانات فعلية. إذا إذا كان هناك ضمانات فقد يكون هناك موافقة. دعني أنتقل إلى سيد دوغل الحديث حول يعني الوجهة النظر الأمريكية. تحدث بيدرسون عن موافقة مبدئية أيضا من قبل الولايات المتحدة وروسيا، ولكن حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي يؤكد هذا الموضوع. ما رأيك؟ التحدي حاليا يتمثل في جذب انتباه هذه الإدارة والحصول على قرار منها، بينما هناك التزام بالسياسة تجاه سوريا، إلا أن هناك نشاط في أوروبا وهناك
موقف لدى الإدارة، وهو أن الصين تمثل أكبر تحدي. الموقف في الشرق الأوسط لا يزال مشكلة، وهناك خيبة أمل بشأن فشل اللجنة الدستورية في التوصل إلى النتائج التي كان يأمل بها الناس. إذن الإدارة الأمريكية تبحث عن بدائل، وهذا قد يكون أحد البدائل، ولكن لم أرى الإدارة تدعم هذه المبادرة حتى الآن، واعتقادي أن المسألة لم تعرض على الرئيس للحصول على قرار. سيد عبد المجيد، يعني هل برأيك تستطيع المعارضة السورية الثبات على موقف الرافض لهذه المبادرة إذا تم الموافقة من جميع الأطراف المشمولة فيها؟ يعني كما يقال الأمر بسيط، ما وظيفة بيدرسون هو تطبيق القرار الدولي والسعي إلى يعني إلى تكوين إرادة دولية حقيقية داعمة ودافعة باتجاه تطبيق هذا القرار. أي وظيفة خارج هذه الوظيفة الموكل له بها يعني هو خروج عن السياق التفويض الذي أعطى لبيدرسون من أجل العمل عليه. الأمر الثاني، المعارضة واضحة بكل مواقفها بما يتعلق بالعملية السياسية. العملية السياسية هدفها حسب القرار 2254 الوصول إلى الانتقال السياسي. أي عملية سياسية لا تفضي إلى هذه النتيجة هي عملية سياسية منقوصة وغير كاملة. حتى الاعتماد على اللجنة الدستورية في العملية السياسية هو عمل منقوص إلى الآن، ونحن نعبر بشكل دائم بكل مواقفنا الرسمية على ضرورة فتح معظم السلال الأخرى الموجودة في القرار أو السياق الحلي الموجود في القرار. المعارضة بطبيعة الحال ثابتة على هذا الموقف، هي تعلم تماما بأن النظام سوف يقوم بالتعطيل مدعوما بحلفاء له كإيران وروسيا، وأيضا هو يحاول كسب الوقت من أجل تحقيق تقدم ربما على ساحات أخرى عسكرية أو ما إلى ذلك، ومحاولة أيضا من قبل النظام من أجل استثمار المساومات والمناكفات السياسية الإقليمية والدولية خاصة من الدول الداعمة للثورة. لذلك نحن يعني ما يهم في الفترة الحالية هو الثبات على هذا الموقف. خطوة مقابل خطوة هي لا تأتي ضمن أي سياق حلي دولي، هي محاولة من قبل الدول للتفاهم حول الملف السوري، ومن ثم تكون هنالك جائزة للنظام بعد كل هذا الإجرام الذي قام به أن يكون هنالك تعطيل للعملية السياسية وخروج بحل توافقي يقوم على المساومات والمناكفات الإقليمية والدولية. هذا أنتم موقف تروا المعارضة ثابت هذه من هذا يعني من العملية السياسية أيضا تروا هذا الاقتراح بأنه جائزة للنظام وبأنه يعني في خدمة للنظام فيها. طيب سيد محمود، ثمة من يعتقد بأن لا يمكن لبيدرسون أن يقوم بطرح فكرة من هذا النوع دون موافقة روسيا حتى لا تولد ميتة كما يقولون، فهل هناك موافقة روسية؟ هلا بحكي لك بظهر روسيا وسأعقب على كلام السيد عبد المجيد. هو يعني نوعا ما اللجنه الدستوريه تعمل فقط في الدستور وليس الحل الدولي، الحل الدولي قد اقفل. يعني بالنسبه لقرار 254 يريد المعارضه ان تطبقه كله من عن طريق اللجنه الدستوريه، لا يطبق. هو النقطه اللجنه الدستوريه تعمل فقط على الدستور وصياغه الدستور فقط والانتخابات، وليس الحكومه الانتقاليه. انتهت انتهت من القرار الدولي لعده اسباب، لانه 11 لقاء في جنيف لم تجتمع المعارضه ولا الحكومه السوريه ولا في اجتماع واحد، كان دمستورا ينط عفوا بعد اذنك من غرفه لغرفه. بالنسبه لروسيا، روسيا لا ترى. سيد عبد المجيد ساعطيك حق الرد، ولكن دعنا نسمع لسيد روسيا محمود. تريد ان يجمع طبعا انا اسف بس يعني عم بقول لك بس مجرد انه ما تفكر، يعني هي اللجنه الدستوريه النافذه الوحيده للتطبيق فقط بالدستور فقط وليس غير، وهذا على اساس مؤتمر سوتشي. ناتي اخيرا لجواب على سؤالك، روسيا لا ترى هي اقتراح بدها خطوه مقابل خطوه، ولكن الروس قالوا اذا الامريكان وراء هذه الخطوه يمكن ان تجعل او الحكومه السوريه تقدم شيئا، ولكن روسيا ترى امر اخر، أن بيدرسون لا يعطي حل من نفسه أو لا يعطي أي أجندة. عليه أن يجمع اللجنة الدستورية كل شهرين أو كل شهر مرة، لأن برأي روسيا أنه كل ما اجتمعوا، يعني هو الاجتماع صار له حوالي 3 سنين اجتماعات، اجتمعوا 7 مرات فقط، هذا غير ملائم للروس. اجمعوا مرة بالشهر على أساسه يعني يصير تعويض للأشخاص أن يفهموا بعضهم البعض، لأنه وبعدها يبدأ الأشخاص يعني بيبدأ الأعضاء اللجنة الدستورية بالتفاهم حول اللجنة الدستورية. عدوا كل هذه، يعني خلينا نكون صريحين، طرفين متعاديين بشكل كامل، 10 سنين حرب بيناتهم، صراع على السلطة،
يجب أن يبدأ الحديث حوار ليتركوا كل الأمور التي خلفهم، وبعدها يبدو ما يسمى بالأمور الدستورية. ولكن أجمعهم مرة كل 6 أشهر ويفرض عدة أوراق عليهم أو يكتب أن أريد ذلك وأريد ذلك، هذا بالنسبة لروس غير مقبول. فقال له آخر لقاء لافروف، قال له دعك من أفكارك واجمع اللجنة الدستورية كل شهر مرة أو كل شهرين مرة. طيب هذا المطلوب الروسي، هذا رأي روسيا. أينما نعم. إذا قدر بيدرسون أن يأتي بضمانات الولايات المتحدة الأمريكية فهذا شيء جيد، يعني هذا الوقت يمكن أن تقدم الحكومة السورية ذلك الوقت وليست معارضة. ولكن بالنهاية لأقول كلمة أخيرة، اللجنة الدستورية هي فقط جزء من السلة الدستورية القافية الدستورة وليست الحل السياسي بالكامل. يعني المعارضة أن تأتي تتكلم فقط في اللجنة الدستورية في الدستور، ليس بالحكومة العدالة الانتقالية وليس بالحكومة الانتقالية، هذا شيء مرفوض بالنسبة لبرنامج اللجنة الدستورية. حتى وفد الحكومة السورية غير مؤهل أن يتكلم بهذا الكلام، هنا وفد من الدكتورات من عدة محاميين، يعني من طيب وصلت الفكرة سيد محمود. دعني أنتقل إلى سيد عبد المجيد. نعم سيد عبد المجيد، إذا عندك رد حول ما تفضل فيه سيد محمود. تفضلي. يعني ما تفضل فيه السيد محمود هو مناقض للمقدمة التي تحدث بها. العملية السياسية ليست لجنة دستورية فقط، العملية السياسية بنص العملية السياسية وبمجموعات العمل الأربعة هي مقسمة إلى 4 سلال. البدء بالعملية الدستورية لا يعني إهمال بقية السلال. مهمة بيدرسون أن تسير هذه السلال من الحكم الانتقالي والانتخابات والبيئة الآمنة على مسافة واحدة من اللجنة الدستورية، وعلى التوازي أن يعمل يتم العمل على جميع هذه السلال. ما يهم حاليا في الفترة الحالية أن يكون هنالك وضوح من قبل بيدرسون، ويعطي في إحاطته للمجلس الأمن من يعطل هذه العملية السياسية. الروس غير جادين في هذه العملية السياسية، خاصة باللجنة الدستورية كما قلت بأنها إحدى اقتراحات الروس البدء باللجنة الدستورية، ولكن حتى الروس غير جادين بهذا الأمر. التعطيل موجود ليس فقط من قبل النظام، هنالك صراحة بلطجة سياسية يمارسها النظام مدعوم من حلفائه في العملية السياسية. هو لا يعني لا يلتزم بأبسط قواعد الإجرائية في العملية الدستورية، فكيف يلتزم بكل العملية السياسية؟ الخطورة هنا عندما يتم طرح بأن هناك استعصاء في العملية السياسية لنذهب إلى خطوة مقابل خطوة تكون غير سورية هذه الخطوات بين الدول المتناكفة والمتساومة في الملف السوري، ومن ثم تأتي نتائج هذه المساومات وهذه الخطوات تفرض على الشعب السوري، هنا تكمن الخطورة. أي عمل سياسي خارج القرار الدولي هو مرفوض من قبل المعارضة، وموقف المعارضة واضح من هذا الأمر. كما أن هنالك نقطة مهمة اسمح لي، لا يمكن هنالك رفع العقوبات ولا يكون هنالك حل لملف المعتقلين ولا يكون هنالك أيضا حل لإعادة الإعمار والتعافي والتطبيع مع النظام إن لم يكن هنالك عملية سياسية جدية خرجت روسيا والنظام في 2020 دون أن تحقق أي تقدم في هذا المستوى، لأن المعارضة ثابتة على موقفها من إعادة الإعمار والتطبيع وعودة اللاجئين والمعتقلين ورفع العقوبات. كل هذه الأمور خرجت منها روسيا وهي خاسرة، لذلك نشهد الآن تصعيد سياسي برفض لأي جلسة للجنة الدستورية أو فتح السلال الأخرى. عفوا سيد محمود، أريد أن أعطي سيد دوغ أيضا يعني بعض لأننا الوقت ملتزمون بالعملية السياسية وفق القرار الدولي. سيد دوغ برأيك ضمن المعطيات يعني الموجودة الراهنة، لو سمحت أريد أن أعطي سيد دوغ أيضا بعض الوقت سيد محمود. سيد دوغ في ضوء المعطيات الموجودة والراهنة، هل نعتبر أن المبادرة يعني هل هناك أمل لها، خاصة في ظل رفض جميع الأطراف المعنية والتي هي المعارضة والنظام السوري برأيك؟ يعني وأيضا هناك من يقول بأن بيدرسون سيترك منصبه قريبا، وبالتالي يعني من سيكمل هذا الموضوع؟ من الواضح أنه إذا لم يكن هناك التزام من النظام والمعارضة فإن موضوع مثل هذا لن ينجح. الطريقة الوحيدة للأمام هي أن تلتزم كل الأطراف بالعملية. الإنسان يستطيع أن يفهم لماذا السيد بيدرسون محبط ومستعد لمغادرة هذا المنصب. لا أعرف من هو الشخص القادم، يجب أن يكون شخصا لديه صبر. هل هناك أي معلومات حول مغادرة قريبة لبيدرسون لمنصبه؟ لا أعرف أي شيء محدد،
هو واجه هذا التحدي لفترة من الوقت، وبالتأكيد كان محبطا في العام الماضي، اجتماعين فقط للجنة الدستورية ولا تقدم ولا أمل في آخر اجتماع في شهر أكتوبر، وهذا سيكون موقف صعب آخر أو منصب صعب لشخص ما، خاصة في الوقت الذي فيه توتر بين الولايات المتحدة وروسيا، ومن الصعب لهما العمل على موضوع مثل هذا. هذا عبء إضافي على من يشغل المنصب بعد بيترسون. سيد عبد المجيد، هناك اجتماع جديد للجنة الدستورية في 21 مارس 2022، هل ستكون هذه المقاربة حاضرة في النهاية؟ يعني نحن تحدثنا كثيرا للسيد بيدرسون ولكل الدول الفاعلة بأن العملية السياسية لا تتحمل مزيد من المساومات ومزيد من المناكفات أو من الخطوات التي خارج السياق العملية السياسية. اللجنة الدستورية لها وظيفة محددة، من يعطل اللجنة الدستورية هو النظام وحلفائه، من يحاول أن يقوم بكسب الوقت في مناطق أو في مساحات أخرى هو النظام. لذلك أعتقد بأن النظام سوف يستمر في الجولة القادمة بتعطيل اللجنة الدستورية، حتى لو أتت المعارضة وقالت نحن متفقون على الدستور يضعه النظام، النظام سوف يقوم بتعطيل عمل هذه اللجنة. لذلك نحن التزامنا بالعملية السياسية لا يعني بأن يعني المعارضة ليس لديها خيارات، إنما للمعارضة خيارات كثيرة. نحن نتحدث عن ملفات سياسية مهمة لا نستطيع أن نقدمها أو أن لا نستطيع أن نضعها على طاولة خطوة مقابل خطوة دون أن يكون هنالك ضمانات. عندما نتحدث عن ملف المعتقلين وملف العقوبات وكذلك إعادة الإعمار والتعافي المبكر وكل ما إلى ذلك من هذه الملفات، لا يمكن أن توضع على أي طاولة مفاوضات إلا أن يكون هنالك إتمام للعملية السياسية. هذه الملفات هي مخرج للعملية السياسية ولا تسبق العملية السياسية، ولا يمكن أن يكون هنالك إعادة تطبيع للنظام ورفع عقوبات قبل البدء بالعملية السياسية والوصول إلى نتائج في نهاية العملية السياسية ترضي الشعب السوري. والتزامنا بالعملية السياسية ربما يختلف عن التزام النظام. نحن نسعى في هذه العملية إلى تحقيق السلام للشعب السوري وإيقاف آلة القتل والتدمير التي يقوم بها النظام والوصول إلى الانتقال السياسي. لذلك أي خروج عن هذا السياق هو لا يعني المعارضة كثيرا. نعم سيد محمود، برأيك يعني هناك 6 اجتماعات والآن هناك اجتماع سابع، لماذا لا يتم إعطاء يعني فرصة لهذه المقاربة حتى يعني إذا كان هناك أمل منها؟ شوفي صديقتي، يعني اللجنة الدستورية لازم تشمل أشخاص، أي حوار أو أي تفاوض من الأشخاص القادمين. المعارضة معروفة، ولكن وفد الحكومة السورية هو وفد تقنقراط، يعني موظفين مجتمع مدني وليسوا مخولين أن يحكوا بالسياسة. هذا شيء طبيعي، وحتى أحد الجولات يمكن أكد الأستاذ عبد المجيد لما قال حتى أنه أحمد الكسر لا يعترف بقرار 225 على أنه شعب 225 على لا يعترف فيه. هذا الوفد من الحكومة السورية يتكلم فقط في الدستور، فالمعارضة تريد أن تتكلم بأمور أخرى. الأمور الأخرى لقد فات وقتها. ولكن كيف من الممكن الحديث عن الدستور بدون يعني الحديث عن الوضع السياسي؟ يجمع اللجنة الدستورية، يجب هذا الشباك الموجود. نكون طب واقعيين يا صديقتي، الأبواب الأخرى قد قفلت، يعني باب الحكومة الانتقالية قلت لك لماذا، باب الإرهاب وما يسمى التفاوض العسكري ذهب إلى أستانا. الآن فقط أمام اللجنة الدستورية انتخابات من 4 سلال، هي سلة الدستور. ما أنا إذا بدي أحاور، أنا كمعارض بدي أحاور واحد الطرف الآخر، طب الطرف الآخر يكون ممثل شيء، الطرف الآخر موظف تكنوقراط، يعني محامي أو موظف مجتمع مدني، يعني ما بيحق له حتى يحكي بالسياسة. فالمعارض تريد أن تحكي معه بالسياسة، لا يقدر أن يحكي بالسياسة، يجب أن يفهم المعارضة. طيب أنا وقتي جدا سيد محمود، أريد أن أعطي سيد عبد المجيد 30 ثانية للرد. وفد اللجنة الدستورية قبل أن أنتقل إلى الضيف، لم يتحدثوا سوى في نصوص دستورية. تفضلي سيد محمود، وفد المعارضة في جنيف اللجنة الدستورية لم يتحدثوا سوى في الدستور، لم يتحدثوا بأي جانب سياسي من تفاوضي. وأيضا وفد المعارضة كان قدم نصوص دستورية في كل الجولات السابقة، على عكس النظام الذي كان يخرج خارج وظيفة اللجنة الدستورية ومهام اللجنة الدستورية. نعم، سؤالي الأخير لك سيد دوغ، يعني لو سمحت بدقيقة، لو سمحت، هل برأيك أن هذه المقاربة تتوافق مع السياسة الأمريكية في سوريا بشكل عام؟ بالتأكيد
تتماشى مع السياسة. أمريكا ملتزمة بمصالحة وإعمار وجلب الأطراف سويا. لو المبادرة كانت ناجحة فسيتم ذلك. بشكر ضيوفي عبد المجيد بركات عضو الائتلاف الوطني المعارض واللجنة الدستورية السورية، ومحمود الفندي الأمين العام لحركة الدبلوماسية الشعبية السورية، ودوك باندو الكاتب السياسي الأمريكي وكبير باحثين في معهد كاتو. الحكي السوري مكمل، لكن بعد هالفاصل القصير فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الحرب الروسية على أوكرانيا تردد صداها بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل كبير من قبل السوريين، خصوصا وأن موسكو طرف في المعارك في سوريا منذ عام 2015. ومنذ يوم الأول انقسم السوريون بين رافض للغزو الروسي ومتضامن مع كييف وبين منحاز لموسكو. في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة رسمت هي اللوحة على أحد جدران البيوت المدمرة للإعراب عن التضامن مع أوكرانيا. اللوحة اللي لاقت انتشار على السوشيال ميديا تبين الرئيس الروسي بوتين وهو يصوب السلاح باتجاه أوكرانيا. الائتلاف السوري المعارض أدان في بيان نشر على تويتر الغزو الروسي لأوكرانيا ودعا العالم للتصدي له بحسم تجنبا لكارثة دولية، وقال أن الشعب السوري يعرف جيدا مآسي الحرب وويلات ومرارة الخذلان الدولي وبشاعته. ما أشبه سوريا بأوكرانيا؟ تعليق من أحمد زيدان على قصف الجيش الروسي للمدن الأوكرانية، وتابع زيدان القاتل واحد هو بوتين والضحية واحدة. قتيبة ياسين شارك فيديو آخر للقصف الروسي على أوكرانيا وقال حرفيا شراهة بوتين للدماء بدأت في سوريا والعالم كله سيدفع ثمن صمته عنا. هادي العبد الله عبر في فيديو على صفحته على فيسبوك عن تضامنه مع المدنيين في أوكرانيا وأشار إلى أن التضامن مع أوكرانيا عائد للجرائم اللي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا وذكر بعضها بهذا الفيديو. بين عام 2015 وعام 2020 بخمس سنين بس ارتكب الروس 350 مجزرة قتلوا فيها آلاف السوريين بينات النساء وأطفال. دمر الروس 58 سوق تجاري وأكثر من 222 مدرسة، وهاجموا المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني أكثر من 200 مرة بالغارات الجوية. منتضامن مع المدنيين بأوكرانيا. السوشيال ميديا السورية كانت أيضا مرآة لتفاعل السوريين مع الحرب على أوكرانيا على الأرض. فادي عبيد شارك صورة لتظاهرة نفذ السوريون في ألمانيا دعما لأوكرانيا وعلق كل أمنياتنا للشعب الأوكراني بالسلام بوجه آلة الدمار الروسية اللي تسببت بمأساة السوريين. كذلك تفاعل السوريون مع الاتصال الهاتفي بين بوتين والرئيس النظام بشار الأسد اللي أيد فيه غزو أوكرانيا. غسان عبد المنعم توقف عن قول الأسد أن بوتين يعمل على تصحيح مسار التاريخ وعلق ما بتصحح التاريخ إلا لما تنشال عن قلب السوريين. وعلى الجانب الآخر أشاد بعض السوريين بالاتصال الهاتفي والتحالف بين دمشق وموسكو، حيث امتدحت حنان عبيد شكر بوتين للأسد على موقفه خلال الاتصال وقالت في فرق بين حليف وحليف. كذلك كان هناك تداول لتعليق للإعلامية المؤيدة للنظام السوري كنانة علوش ادعت فيه أن الروس أطلعوا بشار الأسد على قرار غزو أوكرانيا قبل تنفيذه، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الروسي الأخيرة إلى دمشق، كما قالت وهو ما قوبل بموجة من التشكيك والتعليقات الساخرة. بعد طول انتظار تمكن عدد من أهالي الغوطة الشرقية من معرفة مصير أبنائهم في سجن صيدنايا، لكن النتيجة كانت مأساوية. فالمرصد السوري لحقوق الإنسان قال في بيان أنه أجهزة الأمن سلمت مخاتير بالغوطة الشرقية أوراق تتضمن أسماء 38 معتقل قضوا تحت التعذيب بينهم 9 من عائلة واحدة، وبين أنه جميع الأسماء تعود لأشخاص اعتقلوا بعد سيطرة النظام على الغوطة في 2018. بالمقابل قالت مصادر محلية أنه العدد ارتفع إلى 46 اسم.
رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لديها رأي مختلف. الرابطة ذكرت على صفحتها على الفيسبوك أن بعض الأسماء الواردة كان ذوي على علم بوفاته منذ سنين، وأن الإخطارات لا تتضمن أسباب الوفاة كما يتم تناقله. الرابطة دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته ومحاسبة المسؤولين عن قتل المعتقلين في سجن صيدنايا. وعبر سكابي بينضم لنا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. مرحب فيك معنا سيد رامي، لو تطلعنا على آخر المعطيات حول هذا الملف. طبعا صباح الخير، لنذكر بما أننا نتحدث عن أوكرانيا أن هؤلاء اعتقلوا عندما سيطرت قوات النظام بقصف جوي روسي مكثف على الغوطة الشرقية، واعتقلوا أو اعتقل معظمهم من مراكز الإيواء التي لجأوا إليها تحت الحماية الروسية، أي أن روسيا هي التي مسؤولة بصورة أو بأخرى عن مقتل ما لا يقل عن 38 هؤلاء الذين سلمت أوراقهم أو طلب المخاطير من ذويهم استلام أوراقهم، كون أنهم توفوا وفاة طبيعية في معتقلات النظام، بينما نحن نعلم بأن الذين يتوفون أو يقتلون في سجون النظام نتيجة التعذيب أو نتيجة الحرمان من الدواء. وهذا الرقم ليس إلا رقم من ضمن أكثر من 105,000 معتقل قضوا في معتقلات النظام وفي سجنه، وكان النصيب الأكبر لسجن صيدنايا. حقيقة الأمر نحن لا نعلم لماذا رابطة معتقلي سجن صيدنايا تريد أن تنفي الخبر على الرغم من تأكيد أهالي هؤلاء. أنا كنت حابة أسألك حول هذا الموضوع، يعني أين هو النقص هون بين ما تقوله رابطة معتقلي سجناء صيدنايا وبين ما تفضلت فيه حول استلام يعني الأهالي لأسماء الضحايا؟ يا سيدتي، يعني القضية ليست قضية سبق صحفي، القضية بأن هناك أرواح تقتل تحت التعذيب. ليس المهم أن ينشره المرصد أو غير المرصد، المهم بأن المجتمع الدولي هو صامت ومنافق ولا يتحدث بواقعية عن ما يجري من قتل تحت التعذيب في معتقلات النظام. منذ إقرار قانون قيصر وحتى اللحظة 233 مدنيا قتلوا تحت التعذيب في معتقلات النظام، أي رغم هذا القانون الذي يعني ما جرد النظام من كل شيء اقتصادي، رغم ذلك هو يستمر بقتل المواطنين السوريين تحت التعذيب. ولكن هل تم ذكر أسباب الوفاة؟ يعني تقول بأنهم قالوا لأسباب طبيعية، فهل هناك يعني إذا كان النظام يدعي بأن من يقتل في سجونهم يموتون لأسباب طبيعية، هل هناك أي سبل للمحاسبة أو الوصول للعدالة بالنسبة لعائلات هؤلاء الضحايا؟ ولا يوجد تسليم جسامين، يعني حتى نقول أن هناك سلمت الجسامين ونستطيع الكشف عن الجسامين وأنها تعرضت للتعذيب، لا يوجد تسليم جسامين. القضية باتت بقضية تسليم أوراق وفاة بأن هؤلاء توفوا في السجون سجون النظام، أي توفوا تحت التعذيب في سجون النظام. لذلك أقول بأن على المجتمع الدولي أن يكون لديه قليل من الضمير ويتحرك بشكل أكبر، وعلى الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأن هؤلاء ليسوا أرقام وأبناء الشعب السوري ليسوا أرقام. وهنا نقول بأن روسيا في سوريا عندما نتحدث تحت التعذيب، أيضا روسيا بطائراتها الحربية قتلت نحو 9,000 مدني داخل الأراضي السورية. السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا على وجودك معنا. على المستوى الشعبي شكل تسليم الأسماء للمخاتير صدمة بين السوريين ومرارة لدى الأهالي من أعلن موتهم. هادي فؤاد اللي ورد اسم والده بالقائمة كتب على فيسبوك: أبي من بين الأسماء الحقيقية مرة وعلينا تقبل الأمر. يعتقل بلا ذنب ثم يخبرون ذويهم بموته دون محاسبة الفاعل، تغريدة لأبو محمد على تويتر نشر تحت وسم بدنا المعتقلين. رضا اعتبر الخطوة اللي أقدم عليها النظام رد على حملة بدنا المعتقلين اللي أطلق السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر، وأضاف: هي رد على بدنا المعتقلين بإرسال إبلاغ عن إعدام 47 معتقل، وختم: تم إرسال رسالة وتم الرد. لما الأتاسي تساءلت بأي حق يتم تعذيب وقتل بشر مثلنا، وأجابت على السؤال: فقط لأنهم مختلفين مع بشار الأسد، وانتقدت كل من يدعمه. مشاهدينا، بعد الفاصل مقابلة مع المعارض السوري جبر الشوفي وقصة بطل السباحة العالمي ياسر صابوني. أهلا
أهلا بكم من جديد. في 16 أكتوبر عام 2005 وقع العديد من القوى والشخصيات السياسية والمدنية السورية إعلان دمشق، وذلك من أجل المطالبة بحكم ديمقراطي يسمح بالتعددية الحزبية ويتمتع فيه المواطنون بالعدالة والمساواة. لكن لم تمض فترة قصيرة على ذلك حتى تم توقيف العديد من الموقعين على الوثيقة ووضعهم في السجون، ومنهم السياسي السوري المعارض جبر الشوفي اللي رح يحكي لنا عما جرى وقتها ويخبرنا عن ظروف وأحداث سياسية سورية أخرى وقعت بين العامين 1966 و2011. ضيعتي اسمها صم البردان، قرية صغيرة. كان والدي إمام الضيعة لستين عاما. كنا في مجتمع فلاحي، لم نتواصل مع الآخر، يعني في حدود المنطقة اللي معظمها دروز في الأكثرية العظمى فيها. العلاقات إذا كانوا يتساعدون في مواسم الحصاد، في عند مواسم المطر، عندما تحل أي حالة تحتاج لمواجهة كان الأهالي يقومون بالاشتراك مع بعضهم، الجار مع جاره والقريب والقريب. هذه الحالة. بينما في الحمص كانت من كل أنحاء سوريا هناك طلبة من أعمارنا وأكبر وأجيال تأتي بعد بعضها مع بعض. الحقيقة أغنتني كثيرا هذه المرحلة، وفتحت عيني على واقع سوري أكبر من الحالة التي كنا نعيشها على أساس حالة درزية أو حالة شبيهة بهذه الحالة. عندما قامت انقلاب 8 أذار كنت طالب بداية الصف التاسع، وما لم نكن نمتلك الوعي الكافي طبعا. كنا مع الوحدة ومع الحرية، وكان يعني يمكن أن تستجرنا مثل هذه الشعارات، لكن لم أنتسب أنا للبعث. من بعد 66، بعد حزيمة 67، بدأنا في حمص بين الطلاب. تستقطبنا كانت الاشتراكية من جهة، وتشتركنا القضايا الوطنية والوحدة العربية مثل هذه، يعني ما ينادي به البعث، لكننا كنا نشعر أن البعث ليس جادا، مجموعة من المراهقين، مجموعة من المزاودين. كنا نرى أمام أعيننا ماذا يحدث، ولا سيما 5 حزيران كانت كارثة كبيرة أحبطت كل بناء لمشروع ما. حتى يعني كان هناك انقلاب البعث القطرية على القومية بال66، يعني تأملت الناس خيرا هذيك الأيام أنه هذول أكثر يسارية وأكثر كذا، لكن في الحقيقة الآن أقول كانت تجربة فاشلة، لأن هي التي جاءت بالتأميم وجاءت بالإصلاح الزراعي الذي خرب مستقبل سوريا في حقيقة الواقع، وأنشأ بيروقراطية في هذه المؤسسات أنهت بمعنى ما البرجوازية الوطنية التي كان يراهن عليها أن تبني سوريا وتقدمها نحو المستقبل. في فترة حافظ الأسد يعني كنا دائما يعني نطرح قضايا اجتماعية مطلبية، قضايا وطنية عامة، لكن في الحقيقة كانت علاقة الحزب بالجبهة وبحافظ الأسد سيئة جدا وانعكست سلبا علينا، وبالتالي أنا أخذت نفسي وخرجت من هذه التشكيلة، لكن دائما كان لي صوت. أعتقد من كان في حلب في قطاع التعليم يعرف كان أنني دائما لم يكن هناك مؤتمر لما يكون لي في صوت معارض. بشكل عام دفعت ثمنه، لكن الاعتقال يعني المهم لم يكن هناك اعتقال، كان منع من السفر، كان تنقلات، كان تهميش، مثل هذه القضايا، ولا أعتبرها بالتالي هي قضايا كبيرة بالنسبة لتجربتي أمام تجربة الآخرين وما عانوه طبعا. خليني أقول أكثر، أنا تواجهت مع مرحلة حافظ الأسد، كنت أكره هذا الرجل بشكل كامل،
ورغم أنه يعني كان دائما في هناك برامج صباحية وكذا، وكان معلم يجب أن تقف مع النشيد السوري وكذا، أنا أقف مع النشيد السوري بس ينتهي يعمل مع نشيد أخرى أحمل حالي وأمشي. لا أذكر أنني صفقت عندما يصفقون لحافظ الأسد. موت حافظ الأسد وتولي بشار الأسد، أنا من الذين كنت دائما أصر أن بشار الأسد لن يكون إلا وريث أبي، ولم أؤمن يوما أن بشار الأسد يقود عملية تغيير، وكنت أقول أن هذا النظام تغييره يعني كسره يعني إنهاءه، وبشار الأسد لن يكون إلا ابن أبي. لما حدثت تداعيات كبرى بعد 2005، هذه القضايا قادت إلى وجود الإعلام أنه يجب أن هذه البلاد يجب أن تنتقل من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية. هذه مبررات الإعلام أنه البلد كمشاريع تنموية وكتطور اجتماعي وسياسي تحتاج إلى الديمقراطية، تحتاج إلى كرامة الناس، تحتاج إلى الحرية. على ذلك بني إعلام دمشق واستقطب فئات سياسية واجتماعية كاملة من الإسلام المتنور إلى الليبراليين. كان حلم الإعلام كبيرا، وفي الحقيقة لو كان الإعلام لم يضرب من قبل النظام وكان يشعر بخطورة الإعلام، أعتقد أن الإعلام كان يمكن أن يقود المرحلة القادمة مرحلة الثورة. لكن ما أن أعلننا عن البيان الختامي حتى جرت الاعتقالات 12 من كوادر الإعلام، ثم جاء بعدهم أعداد أخرى، فهنا تم ضربة الإعلام. لم يراهن الإعلام، لم يسمح له، لأن النظام وقف له بالمرصاد وشل حركته. عندما جاءت أحداث الثورة عافل يعني تفاعل الإعلان أو حاول أن يتفاعل، لكن طبعا كان قد توزعت الناس وقطعت الطرقات والبلد خلخلت. كان الإعلان شاملا على كل سوريا، لم نعد نستطيع أن نلتقي كما يجب، ولم نعد نستطيع أن نمارس الفعاليات المطلوبة، أصبحت يد النظام، وخاصة بعد أحداث الثورة كان هناك كثير ملاحقة شديدة، بحيث أنه لم نتمكن بسهولة حتى عمل اجتماع بسيط. كنت أول من اعتقل في إعلام دمشق ب 19/2007، طبعاً لخمسين يوماً، حتى اجتمعت أنا والصديق أكرم البني في زنزانة واحدة عرض 80 سنتيم 180، كانت حالة طبعا، ويعني كان لا تسأل عن قضايا الأكل، وخلال 24 ساعة تفوت مرة على الحمام أو مرتين ممنوع، كل هذه القضايا والشيء المعنوي السيء. هذا في فترة في فرع الأمن، 50 يوم في فرع الأمن نعيش بهذه الحالة. أنا هنا فقدت كثيرا من الأكل، لم نستطيع حتى الأكل اللي يجيبوه، كان شيء سيء جدا. لكن في الحقيقة أنا قلت يعني وأقول مرة تانية أنه كنت أقول لي لما خرجنا من السجن كله نحن هواة عند المساجين اللي كانوا قبلينا قضوا 10 و20 سنة في السجون، لكن أمام الواقع الحالي اللي حاشته سوريا نحن لم يعني كنا مرفهين نسبيا لهذا. فالنظام ما هو محتاج ياخذ منا معلومات، لانه معلوماتنا واضحه شو بدنا، واهدافنا كانت واضحه. عندما بدات الاحداث وتفاجئنا الحقيقه في الربيع العربي تفاءلنا اكثر، وعندما حدثت يعني الاحداث في مصر، ما أن حدثت الأحداث في مصر حتى استدعينا إلى الأمن. هذا الاستدعاء كان يراد منه شيئين، رسالة أنه ترى نحن أنتم تحت المراقبة وانتبهوا ما بدنا مشاكل، والشغلة الثانية يستشفوا إذا في عنا شيء ناويين شيء.
وهذا يعني لأول مرة يعني بيكون الأمن كتير ودود وكتير بيتحدث بإيجابية وأنه بنلاقيكم والرئيس بده يسمع منكم وكذا في هذا المعنى. الحقيقة هنا عندما انتقلت الأحداث إلى مصر بدأنا نحس أن الثورة دخلت إلى سوريا، حتى نحن في شباط في 25 شباط أعتقد 2011 قبل أن تصل الثورة أصدرنا بيان من الإعلام ونتنبيه للشباب أنه ترى الثورة جاي لعنا فانتبهوا لا يأخذوكم بالاتجاه الطائفي وباتجاهات القتال بعض، يعني بهذا المعنى كان بيان توجيهي وموجود البيان بمعنى أن كنا نشعر تماما أن الثورة دخلت إلى سوريا بقي أن تتفجر، وكان تفجيرها الأساسي في درعا في 18 آذار 2011. حدث أكثر من مرة يتصلوا في هاتف غير معروف وأتلقى تهديد، لأنه كنت أحيانا يتصلوا في المحطات وأحكي على وأنا داخل السويداء هذيك الأثناء، حتى جاني تهديد مع أحد الأشخاص مهندس استدعوه كانوا نقيب المحامين هذا، قال له جاي دور لجبر الشوفي، طبعا مراقبة دائما مستمرة وين ما رحنا، كنا لما نشترك بالوقفات الاحتجاجية بالتظاهرات بالكذا كل هذه القضايا، طبعا حاولوا لحقوني أكثر من مرة، مرة حاولوا يعتقلوني بالسيارة، المهم لست في هذه التفاصيل، هذه طبيعي من طبيعة النظام، لكن أنا خرجت مبكرا في بداية الشهر التاسع 2011 تدعين على قطر على الدوحة، وكان هناك مؤتمر تشاوري ومنها تم تكليفي على المجلس الوطني، انتقلت للقاهرة ومن هناك اشتركنا في ولم أعد إلى سوريا. أما لو بقينا الله أعلم كيف سيتصرف النظام معنا. ياسر صابوني اسم لمع في عالم السباحة وبطولات العالمية، وقدر يراكم وقدر يراكم برصيده العديد من النجاحات والميداليات الذهبية خلال فترة قصيرة. ياسر المصاب بمتلازمة داون فاز بميداليتين ذهبيتين بالألعاب الأولمبية الخاصة في لوس أنجلوس عام 2015، كما فاز بالعديد من البطولات في سوريا والدول العربية. خلونا نطلع على قصة ياسر بهالتقرير. نحن جينا لألمانيا بال 2015 ومقيمين بألمانيا بمدينة بون. الواقع هي حادثة بسوريا بحلب، عملنا حادث سيارة أدى لكسر بحوضه لياسر، كان عمره 10 سنين. اتأخروا لاكتشفوا أنه العطل كتير كبير بحوضه الأطباء، فبعد سنتين قالوا لنا أنه هذا لازم يلعب دراجات ويلعب سباحة حتى ما تتموت منطقة الحوض. فسبحان الله مثل ما بيقولوا البضارة النافعة، دخلنا لمجال الرياضة إنه يتعلم دراجات ويتعلم سباحة، ومنا بدايات كتير كانت ضعيفة وكتير فقيرة وكتير تعذبنا لحطينا أجرنا على أول درجة من درجات نجاح ولياسر. بال 2010 لما صارت البطولة الإقليمية في حادثة كثير حلوة صارت. لما عم بشارك بالبطولة طبعا كانت 25 دولة عربية، ياسر وهو بالمي عم بيسبح، أنا وقاعدة بين الجمهور على المدرجات، وياسر أنا طلعت لقيته إنه كأني بده ياخذ المرتبة الثانية، ففرحتي كثير كبيرة، أنا صرت أنط من فوق الجمهور على المدرجات، وبعدين حسيت حالي أنا على الحارة اللي فيها ياسر وأنا عم بصيح فضية، وكان فيها أحد الحكام ووقفوا حكام عشان ياخذوا لحظة اللي بدي أعمل تاتش، عم بيعمل لي إنه ما بصير كني، إنه ما بصير يعني أنت من الأهالي ما بصير يعني ممنوع، شلون أنت هيك رقدتي وجيتي؟
فأنا عم بقول له الله يخليك ابني فضي، إنه أنا فرحانة، بقول لي ولا تعرف، وعم بقول لي ابنك ذهبية ذهبية، يعني فرحة ما بتتصور الفرحة، يعني فرحة كانت هي أول مرة إنه ابني بطل. بال 2013 طلع شارك وكان سوريا عندها حرب وكتير كانت تطلع صعبة، المهم شارك ببطولة الدراجات لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وجاب المركز الثاني والثالث. بال 2014 طلع على القاهرة لمصر وشارك كمان بالبطولة الإقليمية الثامنة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وجاب ذهبية وبرونزية وفضية الحمد لله. بنطلع بقى للأخير لل 2015 والحرب قائمة والأوضاع صعبة كتير، وإنه فريق من سوريا يطلع بعثة تمثل هالفئة لأنه تروح للوس أنجلوس تعمل شيء هيك، وبين هال 177 دولة من أنحاء العالم مشاركة بهالبطولة، إنه يخبروني إنه ابنك ربح المركز الأول، جاب بطولة العالم بال 2015 بلوس أنجلوس، ربح أول نهار ميدالية ب 100 متر فراشة وثاني نهار ربح ب 50 متر فراشة، يعني هون توجت الفرحة. بس الأمل موجود إنه إن شاء الله وتعالى بنقدر نسوي بنقدر نعمل، واللي جاي دائما بقول واحد إن شاء الله أحسن. هاي كانت آخر فقرات الحكي سوري لليوم، ونشوفكم الثلاثة الجاي بنفس الموعد. إلى اللقاء.